يحتوي كوكب الزهرة على مياه أقل بمئة ألف مرة من الأرض، على الرغم من أنها في الأساس بنفس الحجم والكتلة. يطلق على كوكب الزهرة غالباً اسم توأم الأرض، لأن كلا الكوكبين لهما نفس الحجم والكثافة، وكلاهما أيضاً كوكبان صخريان يقعان في المنطقة الداخلية للنظام الشمسي. ومع ذلك، في العديد من النواحي الحاسمة، لا يمكن أن يكون كوكب الزهرة أقل شبهاً بالأرض. بينما يعج كوكبنا بالحياة، فإن كوكب الزهرة، الكوكب الثاني من الشمس، هو جحيم افتراضي. إنه الكوكب الأكثر سخونة في النظام الشمسي، حتى أكثر سخونة من عطارد، الأقرب إلى الشمس، وتبلغ درجات حرارته حوالي 880 درجة فهرنهايت، 471 درجة مئوية. هذا ساخن بما يكفي لإذابة الرصاص. بالإضافة إلى ذلك، يتمتع كوكب الزهرة بضغوط سطحية مخيفة للغاية. الأهم من ذلك أن كوكب الزهرة يفتقر أيضاً إلى عنصر أساسي للحياة المتوفر بكثرة هنا على الأرض، الماء. يحدث هذا على الرغم من وجود الكوكب داخل ما يسمى منطقة المعتدل للشمس، في إشارة إلى المنطقة المحيطة بنجمنا والتي ليست ساخنة جداً ولا باردة جداً، بحيث لا تسمح بوجود الماء السائل، وهذا أيضاً على الرغم من حقيقة أن العلماء يعرفون ذلك. ربما كان كوكب الزهرة يحتوي على الماء، ومع ذلك هناك حجر عثرة كبير أمام هذا الاستنتاج. حتى الآن لم نشاهد مطلقاً نجسيو زائد في الغلاف الجوي لكوكب الزهرة، ومع ذلك لا يعتقد شافين وكنجي أن السبب في ذلك هو عدم وجود الجزيئات، بل لأن البشرية افتقرت إلى الأدوات اللازمة لرؤيته. على الرغم من أن العديد من المركبات الفضائية قد زارت كوكب المريخ جار الأرض من الأرض، إلا أن عدداً قليلاً من المهام قد وصل إلى جارنا الآخر كوكب الزهرة، ولم يكن لدى أي منها المعدات المناسبة لرؤية إجسيو. لكن عدداً من البعثات الفضائية المستقبلية تضع أنظارها على كوكب الزهرة، تعد مهمة ناسا للتحقيق فيه. الغلاف الجوي العميق للزهرة للغازات النبيلة والكيمياء والتصوير دافنسي مهمة ذات أهمية خاصة. ومن المقرر إطلاق دافنشي في عام 2029، وسيقوم بإسقاط مسبار عبر الغلاف الجوي الحر لكوكب الزهرة لتحديد التركيب الكيميائي للعالم. في الواقع، منذ مليارات السنين، يعتقد أن كوكب الزهرة كان يحتوي على كمية من الماء تعادل تلك الموجودة على الأرض، ولكن في مرحلة ما من تطوره، تسببت سحب ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي للكوكب، تحفيز تأثير الاحتباس الحراري الجامح الأكثر كثافة في النظام الشمسي. أدى هذا إلى ارتفاع درجات الحرارة إلى النقطة التي نراها اليوم، وأدى ذلك إلى تبخر مياه الكوكب، وبعد ذلك فقدها في الفضاء. ومع ذلك، حتى مع أخذ هذه العملية في الاعتبار، فإن العلماء لا يعرفون كيف أصبح كوكب الزهرة يشبه الصحراء تماماً، أو كيف لا يزال يفقد القليل من الماء المتبقي له في الفضاء. والآن، ربما اكتشف فريق من العلماء من جامعة كولورادو بولدر أسرار هذه العملية من خلال سرد ما يسمونه قصة الماء على كوكب الزهرة. وقالت إيرين كانجي، قائدة الفريق المشارك والعالمة في مختبر فيزياء الغلاف الجوي والفضاء إلى ISB، في بيان: الماء مهم حقاً للحياة. نحن بحاجة إلى فهم الظروف التي تدعم الماء السائل في الكون، والتي ربما تكون قد أنتجت الحالة الجافة جداً لكوكب الزهرة اليوم.